مين؟ قدامي قدامي يا حمادي حدي حدي مهندس حدي امشي امشي وامشي بقى امشي عايز اسمع نفسك زهقتيني المره دي لو سمعت صوتك هحطها في بطني خش جوه ترمي جوه حتى اسمع صوت اسمع صوت صح النوم يا دكتور يا شيخ خطتنا زمان ان شاء الله بحذافيرها يا دكتور قابلني حسب ما اتفقنا في العب الجواني طيب قابلك ان شاء الله عند مفرق الوادي اتفقنا بقول لك ايه استناني قبل مدخل المحميه طوالي اتفقنا يا استاذ قصدي ماشي يا دكتور اتفقنا يا شيخ سلمان يلا مع السلامه مع السلامه يا غالي الكلام ده ما ياكلش معايا بترمي نفسك قدام العربيه عشان ترمي براك عليا لا يا روح امي الكلام ده مش معايا انا قومي يا بنت قومي ايه فيصت ولا ايه انا مش شفتكيش على الطريق انت طلعتي من تحت الارض ولا ايه تدفني هنا ولا تدفني فين؟ انطقي انت ايه؟ انت التاني انت مسطول
بكلم واحدة مهروسة مدهوسة. هو يوم شمال من أوله. يا رب اطلب حرية ولا عروسة من السما تنزل تطلع الجنية بشعور. قومي. خرب بيتك. ايه النهار الاسود ده؟ Is everything okay, sir? Have you seen Madame Asya? No, sir. And you didn't hear the car going? No, sir. She must be sleeping, sir. Okay. You go in the house and stay with the kids. Now. Insulin, doctor.
حظك حلو يا بنت الجنية، لقيت دي بيونسك اهو. فين أم المفتاح؟ أيوه بتوبة كده الجريمة الكاملة، أخلص منك ومن اللي جابوكي. شفايف وشعر حلوة أنتي، وخسارة في الدفن. أنت عارفة لو في ظروف تانية كنت حنطتك. آه ما هي قرف الطريق المقطوع عربيات معدية فيه. نهاري كسود النهاردة. أي مساعدة يا باشا؟ لا ألف شكر، ده أنا كنت فاكر الكوتش نايم، بس الحمد لله العربية تمام. يا نهار أبيض يا باشا، ده أنت حظك نار يا باشا، ده أنا معايا منفاخ بيشتغل على ولاعة العربية. لا ما أنا بقول لك يا تمام، الرجالة تمام؟ تمام يا باشا. إيه؟ عجبك؟ اللي تشوفه يا باشا. أوه! اثبت يالا! هات الحديدة اللي في إيدك دي يا روح أمك. كسرتلي مناخيري يا ابني، ميتيني. يا حرام، وريني كده. كده اتكسر. هو أنت؟ ايوه انت فارس انتيكا. ايوه انا فارس خرج، ولما انت عارف ان انا فارس انتيكا بتثبتني يا روح امك. يا نهار ابيض يا باشا، دي الصحراء الشرقيه والغربيه نورت يا باشا. انا الشحات اللي كنت باجي مع الحاج عباده الضو انها الكلوب بتاع سعادتك في شرم، بس طردنا. لا ملوش حق، ده انتوا تستاهلوا كل خير. غور من هنا يالا، لما زميلك يخافوا بتعالوا لي النايت كلاب اشوف لكم شغلانه بدل خيبتكم في شغلانة التثبيت يا بهاي. تمام زي صيدك البرنج. ما نسيتش مالي يا رحمه، امشي ادلي اديك طلقه في دماغك. في حفظ الله يا باشا، في حفظ الله يا عمهم عمهم. هو نهار شمال من اول النهار، نهار شمال. شغل الشعوذه ده ما يتعملش معايا بقى، انا صايع ومرق. هتدفني ولا اولع فيك بجاز؟ اختار تدفني. ها احسن طبعا تدفني. طيب ايه بقى؟ ايه ده؟ صحي ولا ايه؟ ها؟ انت يا بت صاحيه؟ صح صح. طب ايه انت يا ست؟ انت يا ست مين انت ولا ايه اللي جابك هنا؟ خش يا عم خش، العربيه سليمه مفيش حاجه. انا واقف فين؟ في وسط البلد. ده ناقص يطلع لي قرصان. بلغت البوليس؟ لا ان شاء الله مش توصل للدرجه دي. ليه بس الفيل الوحش ده؟ طب اقفل، انا جاي لك على طول. طب بصي انا ممكن ابعت لك عربيه احسن. لا انا هاجي سايله. روحتي فين بس؟ على طول شارده كده وعلى طول وجع قلبي. ايه ده، انا بكلم نفسي؟ لا انا بفكر في تراجي. ازاي بس يا بابا؟ الطريق وحش جدا. لا ما تقلقش، مالك عنده رحله داخله هيخلصها ويجي ننزل ندور في المنطقه مع بعض. يا حبيبي والله ما ينفع تيجي. ماشي يا دكتور، يعني ما فيش اي حاجه تطمن؟ انا بس هطلب منك حاجه واحده، ما تقولش لماما اي حاجه دلوقتي. طبعا مش هقدر اقولها اي حاجه. يا ريت اول ما تظهر تبلغني على طول. ان شاء الله هيبقى خير وكل القلق ده هيبقى على الفاضي. اطمن. لما اعرف حاجه هطمنك. باي. ايه الطينه دي كلها؟
كده بس مؤقت قبل ما تروحي تاخدي احلى شاور. آسيا مختفية من البيت بقالها شوية كده، و اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. ما تعرفش تكون راحت فين؟ أكيد راحت تعمل حاجة من الحاجات اللي بتطقف نفخها فجأة كده شوية كده، وهتلاقيها داخلة علينا بقصة من قصصها المثيرة. يعني هو لسه هيعرفها النهاردة؟ أنا مش عارفة إيه الخراعة والدلع اللي هي بتدلعه ده. يعني لو كانت أمه هي اللي اختفت كان هيقلق قوي كده ولا يتكهرب بالشكل ده؟ بقول لك إيه، أنا هشرب ليمون بالنعناع، هتشرب معايا؟ يا سلام على الذكاء، هو ده كل اللي أنت عرفتيه؟ سليم معاها؟ صحيح، دي حاجة غريبة قوي. طب كلمت حد؟ وأنا لحقت، أنا لسه قافل معاه. هاني باشا، فارس باشا، استنى يا كابتن. ايوه كده، الله ينور، خلي البلد تنضف بقى. تنضف ان شاء الله. يشكرك، الله يسعدك كمان. تسلم يا عم. وتسلم يا راجل. دور حاجه باشا. شكرا يا حبيبي، تسلم. مع السلامه. صباح الخير يا منى، ازيك؟ صباح الفل يا جميل، مال صوتك؟ آسيا مش لاقيين. يعني ايه مش لاقيين؟ يعني مش لاقيين، مختفي وتليفونها مقفول وخدت سليم معاها. طب ما يمكن صحت الصبح بدري خدته وراحوا حتى. لا انا قلقانه. قلقانه من ايه؟ دي ما تخافش عليها، دي بمية راجل. قرا ايه بقى يا سميحه؟ وانا اعرفك ببنتك ولا ايه؟ قلبي مش مطمن، خايفه تكون عملت حادثه. بقولك ايه سميح، اسوسو بلاش الافكار السودا دي بقى، ارميها من دماغك. ثواني يا سوسو. ابعاد التقرير ده حالا للوكاله يا منى، وبعدين تبقى تعليه. انا عايز تشوفي لي حكايه النت ده ايه. انا حاسس كده ان السيرفر تقيل والسايت بطيء جدا. ها، ما انا كلمتهم رباعيه كده عشان اتخانق معايا. ايوه سوسو. طب بقولك ايه، راجي كلم مستشفيات. مستشفيات ايه انت كمان؟ ده هي مستشفى تعبانه ومستوصف بيعرق. راجي نازل يشوف بنفسه وهياخد معاه مالك، بس لما انا اوصل لهم عشان اخد بالي من العيال. طب وانت فين دلوقتي؟ هجيلك، دي الميزه الوحيده في العمل التطوعي، انا فضلهم واجيلك. لا يا حبيبتي، ريحي نفسك انت، ان شاء الله هنلاقيها باذن الله خير. مش عارفه اقولك ايه. تسلم يا حبيبتي. أنا شاكة إنها تكون قلقت بدري ولقت سليم فخدته وراحت مدرسة مدرسة النحت بتاعت إيفلين. يمكن، أصل هي ابتدت يجيلها كوابيس كده. كوابيس؟ غريبة، هي ما كانتش فاهمة ليه ولا فاهمة معنى الكوابيس، بس عادي يعني، أخدت زانكس بقت كويسة. اسمعي منى، أنا عمري ما سألت، بس دلوقتي لازم، وعارفة إنك تقدري تجاوبي عليا أكتر منها شخصيا. هما كويسين مع بعض؟ ده سؤال صعب يا طنط. بصي أنا هقفل معاكي دلوقتي، إن هما فوق نافوخي في المكتب. خلاص أوكي، يلا باي باي حبيبتي، باي.
دكتور راجل، صباح الخير. انا حضرتك انا مش فاضي اتكلم في اي حاجه دلوقتي، لو عايز تتكلم في اي حاجه اجلها بعدين. انا عارف انا جاي بخصوص مراتك وابن حضرتك. بس يا شهدي وابنك سليم مش ساكنين هنا برضو؟ انا غلطان. انت مين؟ انا اللي حلاقيهم. يعني انت اللي هتلاقيهم؟ تعرف عنهم ايه اصلا؟ هما فين؟ انا الرائد سيف الاتربي، رئيس قسم مباحث ثاني الفيوم بورسعيد. انا اسعد. انا متاسف، النهارده يوم اجازتي ومتعود اخد العجله بتاعتي الفلف بيها حوالين هنا. انا ساكن قريب مش بعيد يعني، ففك مني الجنزير فوقفت اصلحه. عندك مانع بقى اغسل ايدي او اشرب اي ميه ساقعه لحسن انا بجد عطشان؟ لا اتفضل. منين؟ شكرا. يا بحر اديني ودنك واسمعني كويس، تسلك لي الطريق بين الصاله والجناح بتاعي. مش عايز ولا بنت من البنات يبقوا في الطرقه، خصوصا شهندة. هما مش عندهم تدريب دلوقتي؟ تربس عليهم. فهمني ولا مش فهمني يا بحر؟ استناني بالجراج وهات معاك ملايه، واتصل بالدكتور وليد خليه يجي من باب اللي ورا، مش عايز حد يشوفه، خصوصا شهندة مش هقول لك بيتمرن. ماشي يا بحر، انا على وراك، انا على وصول. يلا سلام. سألتها ليه يا دكتور؟ ايه اللي انت بتقوله؟ هتخرف؟ هو انتوا لقيتوها اصلا؟ بس حالنا ايه؟ ما تزعلش مني، انا متاسف بجد ان انا سالتك سؤال بايخ، وانا عارف انه بايخ على فكره، بس مضطرين نساله بس عشان نشوف رد فعلك. كنت مش واخد بالك، انت مش محتاج تسالني السؤال ده لان مفيش جريمه بنأسسه. ثانيا بقى ما ينفعش تخض حد على اعز الناس ليه لمجرد ان حضرتك بتشك. تصدق ان انت عندك حق، بس عارف المشكله ايه؟ لما تعرف ان 84% من جرائم النفس اللي هي القتل بيعملوها الناس دول، بعتذر لك تاني. تمام؟ كده 100 100. شوف يا دكتور، انا حابب ان احنا نسجل الحوار ده بينا. عندك مانع ولا ممكن؟ اتفضل. لأن كده كده أصلا مفيش أي بلاغ اتعمل لحد دلوقتي، وبحكم القانون لازم يعدي 48 ساعة. أسجل؟ سجل. تمام. اتفقنا. بس معلش دقيقة واحدة سيادة العميد، هرجع. ألو؟ أنا هناك يا ريس. فين؟ هناك إزاي يا ابني؟ أنت مش إجازة؟ أنا عارف أنا عارف، بس أنا هنا قاعد مع الدكتور جوزي. هو جابك؟ دكتور راجي سليمان ده؟ مظبوط، دكتور راجي سليمان. دكتور راجي سراج الدين. أنا متأسف يا سيادة العميد، دكتور راجي سراج الدين هو ده اسمه. أنا قلت سراج الدين يا ظريف. بص، عندك عازر ولامين على وصول. أنا مدير الأمن كلمني، بس هنمشي الموضوع ده ميري. أنا لسه حالا كنت بقول لدكتور راجي إن إحنا جايين هنا بصفة حبية جدا، على أساس لو عرفنا نساعد نساعد، ولو ما عرفناش نقدم بلاغ يبقوا محضرين خطة بحث، وفي نفس الوقت نعمل شوية تحريات. بس برضه من اجازتك، انا ما قلتلكش روح اصلا، وتكلمني لما تخرج من عند الراجل ده عشان تحطني في الصوره، وبلاش بحياتك بقى الحركات دي. قتلتها ما قتلتهاش؟ الموضوع ده قديم زمان يعني، مفيش اصلا جريمه عشان يبقى فيه بلاغ، عشان يبقى فيه مشتبه يا عبقرينه. والله يا سياده العميد انا لسه حالا بقول لدكتور راجل انه ما يزعلش من السؤال الروتيني ده، وهو بصراحه تفهمه جدا. قلت له ايه؟ الله يخرب بيتك. الله بقول لك ايه، انا عايزك تهور فورا بره وتبقى تعزل مكانك، اطلع بره دلوقتي حالا. يلا. ده النيله دي. ماشي، يوصل يا سياده العميد، يوصل. مع السلامه. سياده العميد بيسلم عليك. الله يسلمك. هي المدام متعوده تخرج بدري؟ عايزة متعوده من وقت للتاني تخرج تتمشى لوحدها، بالذات لو كان في الطبيعه.
مش دايما بتقول، هي ما بتبقاش مخطط لده اصلا، وعشان كده ما قلقتش في البدايه. طب ما لاحظتش اي حاجه تانية غريبه؟ دي بتاعت المدام؟ ايوه لقيتها واقعه في جنينه. واخر مره شفتها لابساها كانت امتى؟ امبارح في الحفله. روحت امتى من الحفله دي؟ ما تاخرناش. ايه الحفله كانت وحشه قوي كده ولا ايه؟ شطبت بدري؟ لا احنا اللي ما قعدناش كتير. الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك. كله تنفس بالحرف. موفق؟ نعمة. ده اسمها؟ أنا أعرف هي طلعت لي منين؟ طلعت لي من تحت الأرض، بلوة واترمت عليا. البضاعة؟ في المخزن كالعادة يا بحر، انجز، مش هتعمل معايا تحقيق. كله هيخلص يا برنس. احن على زازا وريحي قلبي. هات يلا يا ماما. سلامة نظرك يا مايسترو. ايه اجي على غواصك ابويا؟ انت حرة، الناس بتزهق والتطور مش عيب. يزهقوا من مين يا مدرب الاجيال؟ خلاص حقك عليا. انت حرة، يلا يا بنات. والنبي ما زعلك ابدا يا استاذ. Yeah.
طبيعي اسمه.